عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يسعدني إن أنا أقدم باشمهندس إبراهيم عبد المحسن، هو مهندس ميكانيكا خبرة 7 سنوات في مجال الأعمال الميكانيكية، واشتغل في عدد من الشركات المقاولات الكبرى في مصر، ومؤسس جروب كورسات ميكانيكا ميب، وده عدد المتابعين لي وصل أكثر من 16,000 مشترك في الجروب ده. وإن شاء الله النهاردة هيكلمنا عن أعمال ميب، وهتكون محاضرة بإذن الله يعني ممتعة وكويسة جدا وهننهل من علمه. باشمهندس إبراهيم، حضرتك اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير، وأنا متشكر جدا على الدعوة الجميلة بصراحة والمبادرة دي. يعني أنا كنت مستني حاجة زي كده من زمان، مستني حاجة إن من خلالها نقدر نقلل الفجوة بين سوق العمل وما بين حديث التخرج وما بين الطلبة اللي لسه يعني بتدرس. فدي فرصة كويسة جدا، أنا شايف إنها مبادرة جميلة. من خلالها بنقدر يعني إن إحنا نطلع كوادر كويسة جدا فاهمة سوق العمل كويس، عارفه ايه التريدز وايه الانظمه اللي موجوده في السوق وايه السوق محتاج ايه وايه الكورسات اللي محتاجها. ففعلا دي بتاثر الوقت جدا على كل المتدربين واللي عايز يدخل ويعمل الكارير بتاعه. انا شايف المبادره دي كويسه جدا جدا، واتمنى انها تبقى مستمره على طول والناس كلها تشارك فيها. محاضره النهارده احنا هنتكلم عن مجال الام اي بي وخاصه البيلدنج سيرفيس. ايه هي الاعمال الميكانيكيه اللي مطلوبة في أي منشأة أو أي مشروع؟ ده هنتكلم عنه بالتفصيل النهاردة إن شاء الله. هدف المحاضرة الأساسي إن يعني تطلع من المحاضرة أنت مستوعب إيه هي الأنظمة الميكانيكية اللي في السوق، وهي الحاجات اللي مطلوبة جدا أي مشروع بيكون محتاجها، إيه هي فرص العمل ومجالات العمل لكل نظام من الأنظمة الميكانيكية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، وإيه هي التكنيكال ريكويرمنت اللي مطلوبة لكل مهندس عايز يتخصص في المجال ده. يعني إيه هي الكورسات اللي محتاجها، إيه هي النقط اللي يركز عليها، إيه السوق محتاج إيه ومحتاج هو يركز عليها ويبقى إضافة للمجال. ده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عنه النهاردة. هنتكلم عن البوينت دي تفصيليا، هنتكلم عنها بأمثلة بمشاريع طبقت فعلا، هنتكلم طبعا يعني بالتفصيل في الجزء الخاص بمجال البيم بصفة عامة، وسبيشال اكتر في الجزء الخاص بالام اي بي وورك. فان شاء الله باذن الله يعني هتكون محاضرة مثمرة باذن الله بامر الله. انا بالنسبة لي موضوع الوقت ده يعني قيمة كبيرة جدا، فانا يعني ببقى حريص جدا ان المحتوى اللي اقدمه يعني بصفة عامة حتى يعني في كورساتي او على اليوتيوب، ان اللي يدخل المحاضرة يبقى هو مستوعب جدا، وقت مركز، المعلومه مركزه جدا والوقت محدد. فان شاء الله باذن الله يعني تحققوا اعلى استفاده من محاضره النهارده بامر الله. بسم الله نبدا بالبيلدنج سيرفيس، الاعمال الخدميه المطلوبه لاي مبنى او منشاه انا اي مشروع انا داخل عليه. هبدا بمثال بسيط. مالك اونر عنده مصنع وعايز يبني المصنع ده. انا يعني ببدا معاكم من مستوى زيرو ليفل خالص ونعمل ايه مع بعض، ايه يعني واحده واحده. فالاونر بيجي يبدا يدور على حد هيجي يبدا يعمل المشروع بتاعه او المصنع بتاعه بالريكويرمنت اللي هو شايفها بالنسبه له، يعني اللي هو عنده اوريدي بالسبيسيفيكيشن والسبيكس اللي هي عنده في المشروع، بالنو هاو بتاع المصنع، خط الانتاج اللي عايز ايه يركبه. فالاونر عنده اوريدي النولج، عنده اوريدي قطعه الارض اللي عايز يبدا من خلالها ايه، استشاري محترم يبدا يعمل ديزاين وبيزد اون على الريكويرمنت اللي حاططها المالك في الورق بتاعه في الدوكيمنت بتاعت المشروع. وبعد كده بيبدا بقى خلاص الاستشاري بيبدا يعمل الديزاين، بيعمل ريفيو على الكلام ده كله، وبيبدا ايه ندور على مقاول كونتراكتور، من كونتراكتور يبدا يمسك المشروع من هو لسه ارض صحراء خالص لغايه ما يبقى مشروع فعلا موجود بالستيل ستراكشر بتاعه، بالشغل الام اي بي وورك، بالسيفل، بالمباني الاداريه اللي فيه، بخطوط الانتاج والبروسيس بايبنج والسيستمز كلها شغاله، بشغل الالكتريكال وورك، الحاجات دي كلها المين كونتراكتور هو بيبقى الجهه المنفذه للمشروع. فاحنا لو اتكلمنا يعني اي مشروع في الدنيا هتلاقيه مينلي بيتقسم للاقسام التاليه. اول قسم هو قسم السيفل وورك، الاعمال المدنيه، وبتبقى سبيشال اكتر في الخرسانات والقواعد بتاعت المباني، والجزء الخاص بيه برضو الستيل ستراكشر والجمالونات وشغل تركيبات الستيل عموما والبلاتفورم. في جزء خاص بيه المعماري واللي هو خاص بيه الواجهات واللاندسكيب، والجزء الخاص بيه التشطيب. ويجي الجزء الاهم هو جزء الام اي بي. ام اي بي ده ان شاء الله باذن الله ده المحتوى اللي احنا هنتكلم عنه النهارده واللي هنشرحه بالتفصيل. ام اي بي ميكانيكال، ام اي الكتريكال، وبي بلامينج. هنتكلم عن الاجزاء دي بالتفصيل.
فأي مشروع عندي في الدنيا أنا بيبقى عندي فيه 3 أقسام دول. نمسك كده قسم قسم منهم. زي ما موضحين هنا إن الـ MEB، أعتقد إن الشير سكرين شير واضحة بالنسبة للجميع مش كده؟ ايوه تمام يا هندسه، الصوت واضح بالنسبة للكل طيب؟ الصوت مظبوط. هو المشكله من تمام عنده كويس بس. جدا. طيب تمام كويس جدا. فالـ MEB أنا باختصار بيبقى منقسم ل3 أقسام رئيسية: ميكانيكال سيرفيس، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل، والالكتريكال سيرفيس، والبلامينج سيرفيس. بالاضافه احنا قلنا ايه؟ ان انا عندي مش ميكانيكا بس او كهرباء بس، لا ده انا عندي في اقسام ثانيه انا لازم اكوردينيت معاها، ابقى كوردينيشن معاها، زي السيفل وورك وطبعا والمعماري كمان والانفراستراكشر. طيب نبدا باول سيرفيس هي الميكانيكال سيرفيس. الميكانيكال سيرفيس يعني تنقسم مينلي ل تو تريدز مهمين جدا. كلمه تريدز يعني هي بتعبر عن المجال او يعني اللي احنا بنتكلم عنه. فالميكانيكال بتتقسم لتريدز هي الاتش فاك والريفريجرنت والفاير بروتكشن. الاتش فاك ودي من اهم الاقسام المطلوبه جدا. انت هتلاقيني دايما وانا في وسط المحاضره بركز على البوينت، كل مجال ايه هو متطلباته وايه هي فرص العمل بتاعته وايه هي التكنيكال ريكويرمنت المطلوب تبقى انت عارفها عشان تثبت نفسك في المجال وتبقى تلاقي فرص كويسه جدا ليها. يعني بالنسبه للاتش فاك او نظام التكييف بصفه عامه، هو اتش فاك، اتش هيتنج، في فنتيليشن، اي سي اير كونديشننج. فاي منشاه في الدنيا مهم جدا انت كمهندس ميكانيكا تكون عندك البيزكس بتاعت الاتش فاك، عارف يعني ايه هيتنج والفنتليشن، اعمال التهويه خاصه في المطابخ والحمامات، والاير كونديشننج المطلوبه للمكان، سواء انت بتعمل تكييف لمصنع فانت يعني مطلوب منك تحقق درجه حراره معينه ورطوبه معينه بريكوارد معين عشان تقدر تحقق خط الانتاج والسيت بوينت بتاعتك. يعني مثلا على سبيل المثال بتلاقي مثلا في مصانع الغزل محتاج مثلا نسبة رطوبة معينة عشان الخيط بتاع الغزل ما ينشفش ويتقطع. بيبقى مصنع السكر بتلاقي دايما محتاج ريكوايرمنت معينة للاير كونديشننج وخصائص معينة للهواء عشان تقدر يقدر السكر، البطاطس مثلا، الفاكهة، الثلاجات، الحاجات دي كلها انت كمهندس ميكانيكا دورك تكون ملم جدا بالبوينت الخاصة بالاي سي كونديشننج والهيتنج والفنتليشن. على سبيل المثال انت ممكن يعني واللي يشتغلوا في مشروع مستشفى بالذات هيستفاد اكتر من شغل الاتش فاك. يعني مستشفى انت لو صممت نظام التكييف لو عملت نظام سيء وما رجعتش على الديزاين ده، انت ممكن المريض اللي يدخل يعي اكتر. يعني المفروض اللي يدخل يتعالج هتلاقيه بيعي اكتر نتيجه ان ما فيش سيركيوليشن للهواء مظبوط، الضغوط بتاعت الغرف مش مظبوطه. هتلاقي مثلا على سبيل المثال ان الغرفه مثلا زي غرفه العزل، حاليا احنا دلوقتي في فتره يعني كورونا ربنا يشفينا ويعافينا، غرف العزل دي لها تصميم معين ان انا لازم اراعي الضغوط بين غرفه العزل وبره الغرفه بحيث ان انا اخلي مسار الهواء دايما يبقى من بره لجوه، ما امنع اي فيروسات تتحرك من داخل الغرفه لبره. يعني البوينت دي كلها مهمه جدا تكون ملم بيها. مهم جدا زي ما انتم شايفين قدامي الجزء الخاص باعمال الدكت وورك، ازاي انا اقدر من اول ما الغرفه بتاعتي ازاي اقدر اختار اليونت الاندور يونتس اللي المفروض تحقق خصائص الهواء، ازاي انا اقدر اعمل سايزنج للصاج، وازاي بعد ما بعمل سايزنج وبعمل سيلكشن لمخارج الهواء اللي انا محتاجها طبقا بقى للكوردينيشن مع المعماري والانشائي وهكذا، ازاي اقدر اعمل كوردينيشن بقى بين التريدز وبعضها والكلاشات اللي ما بين الانظمه وبعضها. انت مشروعك بيبقى فيه اتش فاك وفيه فاير زي ما هنتكلم كمان شويه. فدي من البوينت مهمه جدا. مهندس الاتش فاك فعلا انت حتى في سوق العمل بتلاقي ان بيبقى في مهندس اتش فاك وفي مهندس الجزء البايبنج اللي هي الخاصه بالفاير فايتنج والدرينج والبلامنج بصفه عامه. فالاتش فاك قسم كبير، قسم بيبقى فيه تريدز كتير جدا، بيبقى فيه شيلد ووتر، فيه تشيلر، فيه محطات التشيلر طبعا والكوردينيشن معاها. كل الكلام ده مهم جدا انت كمهندس ميكانيكا تبقى مستوعب البوينت دي، دارس المشروع بتاعك كويس جدا، مراجع على الديزاين بتاعك، الكلام ده كله مهم جدا تحطه في اعتبارك. يعني على سبيل المثال دي مثلا من المشاريع اللي احنا اشتغلناها قبل كده، جزء خاص بالتشار وعمليه السلكشن ليها وازاي تعمل فيريفاي على الاحمال، المسارات المواسير والسايزنج بتاعها والديزاين فاليو اللي انت بتراجع عليه، كل البوينت دي مهمه جدا لازم تحطها في اعتبارك.
الجزء الثاني من ميكانيكال سيرفيس هي الخاصه بالريفريجريشن ودي اعمال التبريد، ودي اتكلمنا عنها برضو مندرجه برضو تحت الاتش فاك. والجزء الاخر هو الفاير بروتكشن، وده يعني من اهم الخصائص في اي مشروع، حتى ما فيش اي منشاه ينفع تشتغل غير بعد موافقه الدفاع المدني، وان هو يراجع على نظام الفاير بروتكشن اللي موجود في المشروع بتاعك. مهم جدا لو حبيت تتخصص بقى في مجال الفاير فايتنج، ال NFPA ده مهم جدا تكون راجع له كويس جدا. طبعا مراجع الاكواد، مراجع انواع السبرينكلر، الانظمه، وايه هي الهازارد، انواع الهازارد اللي في كل مبنى. البوينت دي مهمه جدا تاخدها في اعتبارك. مهندس الفاير، يعني دايما انا دي وجهه نظري، ان انا بقالي 7 سنين شغال، انا شايف ان وجهه نظري خلال ال7 سنين اللي قضيتهم في المجال ده، ان يعني مهندس الفاير وما اكثرهم يعني في مجال الميكانيكا كتير جدا عايز يبقى سبيشاليست اكتر في الفاير فايتنج. هو كقسم سهل جدا ومش معقد زي الاتش فاك. عايز تميز فيه تركز اكتر في الانظمه اللي هي اكسترا هازارد، اللي هي بتشتغل بالفوم سيستم. دي حاجه احنا دايما اغلبنا يعني اغلب المشاريع بتبقى لايت هازارد او اوردينري، بتبقى يعني ووتر سيستم اغلبها، ولكن عايز تميز اكتر يبقى بنظام الفوم سيستم. دي من الانظمه المعقده جدا وليها حسابات سبيشال، وبتتعامل مع حاجات اكسترا هازارد، وبتبقى يعني كقيمه وكفاليو بتبقى كبيره جدا. ننتقل للنقطه اللي بعدها، وهي الجزء الخاص بالالكتريكال. انت كمهندس ميكانيكا مهم جدا يكون عندك باك جراوند مهمه بخصوص الكهرباء واعمال الكهرباء، لان انت زي ما قلت انت مش شغال لوحدك، انت دايما بتعمل كوردينيشن مع الالكتريكال سيرفيس، سواء من لايتنج او ايرثنج او فاير ديتكشن. البوينت دي كلها لازم تاخدها في الاعتبار. والجزئيه الاهم طبعا الجزئيه الاهم انا وهي ان انت لازم تعمل كوردينيشن مع الكهرباء، وخصوصا لما تيجي مثلا عندك على سبيل المثال في وحده، يعني في لوحه التكييف اللي بتتقدم للاعتماد بيبقى فيها اندور يونتس كتير جدا. كل الاندور يونتس اللي موجوده عندك في البلان مهم جدا يكون كوردينيتد مع لوحه الكهرباء، لان كل الاندور يونتس دي بتبقى محتاجه مصدر للطاقه، مصدر الكهرباء. فمهم جدا تكون راجع مع مهندس الكهرباء البوينت دي، واحمال المكن والايكويبمنت تكون متراجع مع الكهرباء. دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه الا وهي ان انا دايما شغلي فوق السقف الساقط في المباني، بالذات في البيلدينج سيرفيس، كل الشغل فوق السقف الساقط بيبقى فيه شغل كهرباء وميكانيكا، وفي شغل تغذيه ميه وصرف. مهم جدا يكون فيه مراجعه مع الكيبل تري والكيبل ترانك، بخصوص انها دايما يعني تبعد عن اي مواسير ميه اللي تكون كروس او تكون فوق كابلات الكهرباء. دايما الكهرباء بنخليها اعلى حاجه في المشروع كليفل ككوردينيشن، بنخليها اعلى حاجه بحيث ان اي مواسير ميه او اي تغذيه او اي مواسير صرف او شيلد كلها بتبقى تحت الكيبل تري وكيبل ترانك، عشان طبعا السيفتي ده رقم واحد. ننتقل لجزئيه ثانيه، احنا دلوقتي احنا بنتكلم في الاتش فاك وفي الكهرباء وكوردينيشن، هنا بيجي دور مهندس الكوردينيشن. المهندس كوردينيشن يعني من المهندسين المطلوبين جدا في السوق، ولازم يكون واحد يعني اشتغل في الشغلانه دي واخدها كده من تحت زي ما بقول كده انجاز التعبير، واشتغل في السايت كتير عشان يبقى مهندس كوردينيتور بين التريدز. مهندس كوردينيشن هو دوره الاهم هو انه يحل الكلاشات الخاصه بالانظمه الميكانيكيه والكهربائيه فوق السقف الساقط، وان هو يبقى يوصل لموديل كثير كان تربت يبقى واصل لفري اوف كلاش او زيرو كلاش. دي من البوينت مهمه جدا. طيب هيجي يسالني او حد يعني حد يسالني سؤال، طب هي عمليه الكوردينيشن دي بتتم ازاي؟ هل ايه هي يعني السكادول اللي احنا بنمشي عليه عشان نقدر نحقق كوردينيشن مظبوط؟ من خلال تجربتي يعني انا اشتغلت في 3 شركات الحمد لله كبار، يعني حاليا انا في شركه حسن علام، قبل منها كنت في الشعفار، وقبل منها كنت في جوما. شفت يعني كل شركه بيبقى ليها اسلوب معين في الكوردينيشن. يعني على سبيل المثال يعني كنت في مشروع الكوردينيشن بيتم اولا عن طريق ال 3 دي موديل، يعمل 3 دي موديل لكل الشغل الام اي بي ورك عموما اللي فوق السقف. بيكون طبعا قبل منها في خطوه معموله ان هو عامل موديلنج للسيفل ورك والمعماري والشغل المعماري، يعني هتلاقي شغل الخرسانات موجود، شغل التشطيبات جوه المبنى موجود، الجزء ده خلصان. بعد كده بيبدا يدخل ياخد الموديل ده ويبدا من خلاله يبدا يعمل ايه؟ شغل 3 دي موديل شغل الميكانيكا. الميكانيكا والكهرباء. فبيبدا يعمل عمليه الكوردينيشن دي، يبدا يحل كل الكلاشات، كل المشاكل اللي موجوده، بيبدا
يحل الكلاشات عن طريق ايه؟ هل هو مثلا لو لقى اي خطين بينهم كلاش يقوم يفاديها خلاص؟ لا، لازم يختار احسن مسار باقل تكلفه ويحقق اعلى كفاءه. فاللي هو الموضوع مش مجرد ان انا بفادي اي تقاطع نظامين مع بعض، لا، ده لازم احقق اقل تكلفه، الموضوع فيه ايكونومي، ومحقق طبعا اصول الصنعه او الديزاين، يعني يكون طبعا بيزد اون على الديزاين بيحقق الكوردينيشن ده، يقلل عدد الكلاشات. بعد ما بيخلص الشغل ده على 3 دي موديل، دي اول مدرسه بقى، يخلص الكلاشات على 3 دي موديل، يبدا يعمل اكستراكت دروينج 2 دي دروينج، ويبدا مثلا ايه، يعني الشركات الكبيره بتلاقي فيه درافت مان بيبدا يمسك اللوحات دي، بيبدا ينسقها، وبيبقى فوق منه مهندسين ميكانيكا بيبداوا ايه، يعملوا ريفيو على الكلاشات وعلى الديزاين بتاع اللوحات. وبعد كده بيبدا يعمل ايه، ريليز بقى اللوحات ال 2 دي دروينج اللي هي بعد كده تتقدم للاعتماد تسلم المهندسين التنفيذ، ومن خلالها بيبدا ايه، تبدا بقى عمليه الحصر وطلبات الشراء والمستخلصات وهكذا. فده ده كده سيكونس بتمشي بيه بعض الشركات. سيكونس تاني بتمشي بيه بعض الشركات، الا وهو يقول لك لا، انا همسك اللوحات، انا هعمل لها كوردينيشن 2 دي دروينج. هو طبعا ما عندوش ستاف ولا عنده ستاف او كوادر مؤهله للبيم، وشايف الموضوع هيبقى مكلف ليه ان هو يجيب اجهزه ويجيب بقى كوادر فاهمه ريفت، ويكون المنظومه كلها شغاله ريفت. هو بالنسبه له الموضوع ده مكلف، فهو يا اما بيلجا للاوت سورس يعمل 3 دي موديل ويشتغل الكلام ده، او ان هو يقول لك لا، انا هشتغل 2 دي دروينج عادي، هعمل انا بقى شوب دروينج اوتوكاد وابدا اشتغل عليه. طبعا في بعض البرامج المساعده ودي اللي من خلالها يعني انا بدي فيها، يعني بشرحها وبنزل فيها كورسات خاصه، مثلا بالاوتو فلويد دي مثلا من البرامج اللي بتساعد الاوتوكاد ان هو يرسم شغل الدبل لاين بشكل اسرع، بيسهل عليك عمليه الرسم. يعني دي مثلا من ضمن المواد اللي انا بقدمها ككورسات بتسهل جدا عمليه الشوب درون كاوتوكاد. انا كان انا خلاص انا مش هشتغل 3 دي، انا ظروف المشروع مش مساعده، هشتغل اوتوكاد. فبيبدا كل بقى نقعد بقى نعمل ميتنج، مهندس التكييف مع مهندس الكهرباء مع مهندس بلامنج مع مهندس معماري، نبدا نقعد نعمل ميتنج. الميتنج ده المفروض نطلع من خلاله بايه؟ نطلع من خلاله بان كل نظام هيمشي على انهي ليفل. انا مثلا عندي ارتفاع السقف 2 متر 800، يبقى انا مثلا همشي الصرف على 3 متر، همشي الفاير على 2 متر 900 وهكذا. بنحط سيناريوهات للليفلز بينها وبين بعضها. فدي من اهم الجزئيات اللي احنا بنتكلم فيها، حته الكوردينيشن. لو احنا هنشتغل 2 دي دروينج، فبالتالي بنلاقي لا، ان احنا خلاص هنبدا بقى نعمل ميتنج، ومن خلالها بنبدا بقى نعمل بقى كوردينيشن، ونبدا نسقط كل التريدز فوق بعضها، فاير على اتش باك على بلامنج، ونبدا نشوف الكلاشات ونحلها. ما عندكش 3 دي موديل وهتشتغل 2 دي دروينج، زي ما قلت بس انا خلاص هشتغل 2 دي دروينج. انا خلاص 3 دي بالنسبه لي هو حل مشكله اصلا، يعني الكلاشات انت بتشوفها ك 3 دي قدامك بتحلها وقتي، بتلاقي اللوحه طالعه اكستراكتد خلاص واضحه وفري اوف كلاش. هتشتغل بقى 2 دي دروينج اوتوكاد، يبقى خلاص يبقى احنا هنبدا نشتغل، احنا يا اما هتشتغل ببلوكات موجوده جاهزه، بلوكات خاصه. البلوكات دي بتشمل ايه؟ بتشمل الفيتنج اللي انت بترسم بيها، بتشمل الكعان، انواع يعني السبرينكلر، كل دي بتبقى بلوكات. و بيبقى في حاجات تانيه مساعده زي ما قلت ايه، الاوتو فلويد. يعني هديكم على سبيل المثال مثلا ده برنامج الاوتو فلويد، من خلاله بتقدر ترسم الشبكات بتاعتك كلها. هديكم مثال بسيط بيبين قد ايه مدى سهوله البرامج اللي هي بتتسطب مع الاوتوكاد، اللي هي بتسهل عمليه الشوب دروينج اكتر. يعني هنا على سبيل المثال انا عايز ارسم مثلا شبكه صرف على البلاند، فمن خلاله بدخل ببدا انا بكون بظبط طبعا البرنامج بالسيستمز بتاعتي، عندي مكتبه كامله بكل المواسير اللي انا محتاج ارسم بيها. على سبيل المثال عندي مواسير مثلا 4 بوصه، هيبدا من خلاله يرسم الكعان بتاعته والفيتنج كل الكلام ده بسهوله جدا. عايز اقول لكم على حاجه، يعني دي كيس ستادي انا اشتغلت عليها قبل كده. يعني كان في مشروع انا قبل ما اشتغل بقى بالاوتو فلويد والبرامج المساعده دي، كنا بنشتغل بقى نرسم لاين ولاين ونعمل الكوع بقى نعمل الكيرف، كان الموضوع معقد جدا. فتلاقي اللوحه اللي المفروض تاخد مني بس حوالي اسبوع، في حين بالاوتو فلويد ممكن تاخد مني شغل 3 ساعات. يعني انت متخيل مدى توفير الوقت؟ طبعا توفير الوقت ده بيسمى عندي ايه؟ كوست في الاخر بالنسبه للمشروع، كوست في الاخر بالنسبه لمرحله الانجنييرنج بتاعت المشروع اللي هي المفروض ايه؟ تبقى مثلا شهر شهرين على حسب بيزد اون على الاسكادول بتاع المشروع. انت بتلاقي ان لا، في برامج مساعده بتسهل عليك موضوع الشوب دروينج، بتسهل عليك موضوع الانجنييرنج فاليو بيخش بشكل اسرع. احنا فعلا كان في مشروع مستشفى، انا عايز اقول لك يعني عايز اقول لحضراتكم ان احنا فعلا
بالاوتو فلويد خلصنا الشوب رونج في وقت كويس جدا. الشوب رونج دي مرحله مهمه جدا، من خلالها يعني بمجرد ما بتنتهي بتبدا على طول اعمال الحصر، وبنبدا نحصر اللوحات ونبدا الماتيريال، وبنبدا المهندسين صد بيشتغلوا، مستخلصات بتشتغل، فلوس بتبدا تدخل للمشروع، مشروع بينجح. عملت شغل شوب دروينج مظبوط، رسومات مظبوطه، بيبقى هدر في الماتيريال اقل، مشاكل في السايت اقل، كل الكلام ده. فمرحله الانجينيرنج، وهنا انا بتكلم اكتر مع مهندسين المكتب الفني، مهم جدا انت كمهندس بقى مكتب فني تكون ملم جدا بعمليه الكوردينيشن، مراجع الكود كويس جدا، واخد كورسات في المجالات دي. طبعا الكورسات دي متوفره، يعني هتلاقيها فور فري وهتلاقيها مدفوعه والكلام ده كله موجود، فمهم جدا. في حته مهندس كوردينيشن دي يعني فعلا بتبقى مطلوبه جدا، وسوق العمل بيبقى محتاجها. طيب ننتقل على النقطه اللي بعدها، الا وهي احنا اتكلمنا عن الالكتريكال واتكلمنا عن الميكانيكال، الجزء الخاص بالبلامينج. الجزء الخاص بالبلامينج وده يعني يعني كمجال مطلوب جدا، وخصوصا في مجال الصرف، قليلين جدا يعني المهندسين، ما اكثرهم بيشتغلوا فاير، والشاطرين بيشتغلوا برضه اتش فاك والدنيا تمام. لكن بلامنج بقى وميول وحسابات وفيكتشرز وانواعها، الكلام ده كله، وشغل الانفراستراكشر كمان بالذات، ده مجال مطلوب جدا، وعدد المهندسين اللي شغالين في المجال ده قليل يعني. فدي فرصة كويسة جدا ليكوا انكم تركزوا اكتر في مجال البلامنج، مجال مطلوب، وخاصة في شغل الانفراستراكشر اللي هو ما بيبقاش فيه مهندسين كتير بيشتغلوه. ده على سبيل المثال لوحة انفراستراكشر، عندي مشروع ده المبنى الرئيسي، مبنى مستشفى، مبنى رئيسي، وخلال المبنى ده عشان ادخل بقى الخدمات بتاعتي بقى فاير وبلامنج واتش فاك داخل المبنى، في لازم خطوط رئيسية تدخل جوه المبنى، سواء صرف، يعني كل اعمال الصرف داخل المبنى بقى، سواء صرف صحي او صرف طبي بقى اللي هو الجزء صرف الغسيل الكلوي، او انت لو في مصنع ففي صرف صناعي، لو انت في معمل، لو انت في مدرسه او في معمل بتلاقي صرف معامل، الكلام ده كله على حسب بقى يعني المشروع بتاعك وانواع الصرف اللي خارجه منه، بنبدا بقى نتعامل مع شبكه الانفراستراكشر، سواء هتاخد بقى الصرف ده تعمله عملية تحلية، يعني تعمله عملية معالجة، أو إنك تبدأ تصرفه بشكل صحي. ما إحنا ليه بنقول دايما الصرف صحي؟ الصرف الصحي لأن أنت بتعمل عملية صرف بشكل صحي وبشكل ما يسببش ضرر على الأفراد اللي موجودين في المؤسسة أو في المنظومة. فمهم جدا طبعا، يعني أنت إذا حبيت تتخصص أكتر في مجال البلامينج تبقى مطلع على الأي بي سي كود، الانترناشونال بلامينج كود، والكود المصري طبعا، ده مهم جدا. مجال الانفراستراكشر مطلوب، مجال حتى كشغل مطلوب جدا، وفي مرحله المشروع عموما لما تلاقي مدير مشروع يقول لك هنبدا نشتغل انفراستراكشر، اعرف ان كده ايه، كده الشغل بدا يظهر، لان دايما دايما كل الشغل الان بيلدينج، كل الشغل الان اي بي وورك اللي داخل المباني بيبقى يعني الشغل مش باين، لان هو محصور داخل المبنى. لكن انت هتشتغل شغل انفرا بتلاقي بقى المعدات ومعدات الحفر واعمال المدني وشبكات الصرف اللي بتتحط والتست، بتلاقي دايما الشغل ظاهر، فلوس بتدخل للمشروع بشكل اسرع، لان انت دايما بتفرد امتار مواسير، وعمليه الكوردينيشن بتبقى اسهل بكتير من الشغل الموجود داخل المباني اللي بيبقى فيه سقف ساقط ومحكوم بليفل معين للسقف والكلام ده كله. فشغل الانفراستراكشر شغل جميل جدا، الصرف الداخلي شغل ممتاز، وبيبقى محتاج دايما دماغ، حد دماغه صاحيه، خصوصا في حسابات الليفلز بتاعت المواسير والميول، سواء 1% او 2% وكتر المواسير والكلام ده كله، والبوينت الدرينج بوينت، وان ما ينفعش يبقى في صرف ماشي في منطقه مثلا فيها غرفه كهرباء علشان التسريب. فبتلاقي شغل الانجينيرنج عالي جدا في الانظمه دي، الصرف الصحي خاصه، وشغل البلامنج بصفه عامه. طبعا جزء مهم جدا، جزء الفاير الارم هو بيبقى مين لي اكتر مع مهندسين الكهرباء، وطبعا مهم جدا عمليه انك تعمل كوردينيشن مع الفاير الارم، وتوزيع الفاير الارم سواء سموك ديتكتور او هيت ديتكتورز، التوزيع بينها في بلاطات السقف مع الانظمه التانيه. احنا حتى كمان شويه ان شاء الله هندخل على يعني صور من السايتس، وهدخلكم اكتر في الجزء التنفيذ كمان في الانظمه دي. الاتش باك اتكلمنا عنه، طبعا احنا بالنسبه للاتش فاك هرجع تاني سريعا، مهم جدا انت كمهندس برضو اتش فاك تبقى انت عارف الزون اللي انت هتعمل لها عمليه
اير كونديشننج ايه هي الايكويبمنت اللي تناسبها. فانت ممكن تشتغل بكونسيلد يونت او تشتغل بهاي سبليت يونت، تشتغل باندور يونت مختلف عن ثانيه. في مثلا في المساجد بتلاقي بنستخدم اللي هي الاستندات، لو حد دخل المسجد او قاعه افراح تلاقي ان هو بيشتغل بيكيف القاعه بستاند، ما ينفعش يكيفها بصاج. ليه؟ صاج يعني هيبقى حاجه مرئيه، هيبوظ شكل القاعه. ما تلاقيش مثلا في مسجد بيتكيف بصاج مثلا دكتور وورك طالع من اندور يونت، مستحيل، لان انت كمهندس ميكانيكا بتراعي دايما المظهر الجمالي. ما ينفعش يبقى مسجد معمول بشكل معين معماري وفي زخرفه معماريه والكلام ده كله وتقوم عامل له ايه خط صاج من خلاله وتقول انت بتعمل عمليه تكييف. انت انت كيفت المكان وعملت ايه يعني اير كونديشن كويس، لكن بوظت الشكل المعماري. فعمليه الكوردينيشن بقى مع الانظمه الثانيه مهمه جدا. فتلاقي مثلا في المساجد فلور ستاندينج، تلاقي مثلا في المكان في المصانع هتلاقي مثلا جزء عملية الشكل المعماري بتبقى اقل شويه، فسهل جدا ان انا ايه ابين الصاج في خط المصنع مفيش مشكله. لكن في مباني اداريه لا، الموضوع بيفرق وهكذا. وفي حاجات بتبقى صعب جدا انك تمشي صاج فيها، يعني بتعرف تركب سقف ساقط وكلام من ده. فعمليه الكوردينيشن مع المعماري ومع السيفل ده مهم جدا. عينك دايما انت مش شغال لوحدك، انت معاك تريدز تانيه، معاك مهندسين في اقسام تانيه. مهم جدا لغه يبقى في تيم ورك ولغه حوار بين بين اطراف المشروع وايه وبعض. طيب الجزء الخاص بالفاير يعني سريعا، هو الهدف الاساسي من الفاير فايتنج ان انا اعمل حمايه للمنشاه بتاعتي بان انا اوقف عمليه الحريق. طيب انا الحريق بينتج نتيجه ثلاث اقسام رئيسيين، ثلاث اضلاع رئيسيين، يكون في هواء، ويكون في عمليه هيت حراره اضافت للمكان، او يكون في عمليه احتراق تمت. والجزء الاساسي طبعا يكون فيه الماده القابله للاشتعال اللي هي بنسميها الوقود. الوقود ده ممكن يكون خشب، ممكن يكون مخزن بتروكيماويات، ممكن يكون ورق بنوك وهكذا. كل اي مشغولات بنسميها وقود. فمهم جدا احنا عشان نبدا نعمل فعلا فاير بروتكشن ان احنا نكسر اي ضلع من الثلاث اضلاع دول. فتلاقي في اوقات كتير ان انا دايما بستخدم مثلا مع البتروكيماويات، بستخدم ما ينفعش استخدم ميه، يعني ما ينفعش في البتروكيماويات والزيوت ما ينفعش اطفي الحريق بميه، لان الاطفاء بالميه هيزود عمليه الحريق اكتر نتيجه ان الزيوت دي مع الميه الزيوت هتطفو اعلى الميه طبعا نتيجه اختلاف الكثافه. فهتلاقي ان انت ستيل الميه بقت تحت وطبقه الحريق لسه ستيل فوق لان الزيوت اخف، فتبقى طبقه الحريق فوق. طب بنستخدم ايه؟ بنستخدم الفوم سيستم. الفوم ككثافة أقل بيبقى عامل زي بطانية كده بتتفرش على طبقة الحريق، فبيبدأ من خلالها هو بيعمل عملية تبريد، فبيقلل عملية الهيتنج، امتصاص للحرارة اللي موجودة. وفي نفس الوقت الفوم بيطفو فوق الزيت أو فوق البتروكيماويات، فبيمنع إن الهواء يتفاعل مع الاحتراق، ففي نفس الوقت بيعزل الهواء عن عملية الحريق. ده كان نموذج بسيط يعني بخصوص الفاير فايتنج. طبعا احنا اتكلمنا عن الهازارد والكلاسيفيكيشن بتاعتها، وطبعا مهم جدا انت كمهندس ميكانيكا هتتخصص في مجال الفاير انك جزء غرفه الترومبات. يعني هو يعني كجزء هو سهل جدا، لان هو تيبيكال في اغلب المشاريع غرفه الترومبات هي بتبقى واحده بمكوناتها، ولكن مهم جدا تكون فاهمها ومستوعبها طبعا كويس جدا، وعامل كوردينيشن مع الاذر تريدز، ده شيء مهم جدا. الجزء الاهم بقى هو زي ما اتكلمنا جزء البلامينج، اتكلمنا عن الصرف والتغذيه وشغل الانفراستراكشر، ده طبعا زي ما اتكلمنا عنه جزء مهم جدا. جزء الكوردينيشن وده يعني زي ما اتكلمنا هو من اهم الاجزاء. يعني انت بتقعد زي ما قلنا بنقعد احنا ميتنج مع بعض بنبدا نتكلم يا جماعه احنا دلوقتي كل سيستم هيمشي على انهي ليفل، بنعمل سيكشن زي ما انتم شايفينه كده على اليمين، من خلاله بنبدا نبين ايه هي كل مسار هيمشي على انهي ليفل بالنسبه للسقف الساقط. بمجرد ما جميع الاطراف بتتفق على ليفلز محدده خلاص بتبدا عمليه الشوب درون، كل واحد عارف هو بيرسم فين وبيتحرك ازاي. الحاجات دي كلها بتبقى طبعا متوفره ككورسات متوفره، يعني دي من ضمن الكورسات اللي يعني بشتغل عليها الفتره دي وبقدمها. مهم جدا تبقى انت مستوعب ازاي تعمل عمليه شوب دروينج، عن كوردينيشن بين التريدز وبعضها، وفاهم الكونسبت بتاع الديزاين مهم جدا. زي ما وضحت الجزء الخاص بيه الكوردينيشن ما بين الميكانيكال والسيفل ورك.
نيجي بقى في الجزء الخاص بقى بالاكسكيوشن، الجزء الخاص بالتنفيذ. وده يعني انت خلاص عملت شوب درونج مظبوط، حصلت الماتيريال، طلبت الماتيريال، بنبدا ننفذ. من كده بقى احنا هننتقل من جزئيه الانجينيرنج ستيج لجزء بقى ايه الاكسكيوشن، جزء التنفيذ بقى. انا خلاص انا هبدا انفذ، فكلامي بقى الفتره الجايه يعني الكلام الجاي كله هيبقى مع مهندسين التنفيذ في السايت. مهم جدا انك تكون فاهم كويس جدا الاسكادول بتاع المشروع كانجينيرنج ككونستراكشن، ايه اللي هيبدا قبل ايه. لو عندك يعني مشروع متكون من كذا زون، ايه هي الزون الاولويه اولى. الحاجات دي طبعا بتبقى كوردينيشن وبترجعها مع مديرك المباشر ومع مدير المشروع كاولويات، وبنبدا نعمل ميتنج بنحدد من خلالها ايه الزونات اللي هنشتغل فيها الاول وايه اللي هيشتغل قبل ايه. الكلام ده كله مهم جدا. برضو زي ما اتكلمنا ان انت كميكانيكا انت مش شغال لوحدك، انت شغال كوردينيتد مع الاقسام التانية. فانت في حيطان وجدران ومباني وخرسانات، فمهم جدا تكون عامل كوردينيشن مع الحاجات اللي هي بتتنفذ في السايت كسيفل وورك، ايه اللي هيتصب الاول. يبقى انت المفروض تبقى انت جاهز، وده هيبان معانا في السلايدز الجايه. انت مثلا بتلاقي ان خلاص الراجل مهندس التنفيذ هيبدا يصب مثلا الارضيه، فمهم انت جدا كان مهندس ميكانيكا مخلص لوحات الصرف، مخلص اعتمادها وطالب الماتيريال بتاعتها وتكون جاهزه في السايت، وكل ده بيز اون على سكادول انت ماشي عليه في المشروع، بحيث يجي مهندس التنفيذ المدني يبدا يصب يلاقي انت كشغل ميكانيكا انت خلاص مقفله ومخلصه، ما بقاش عطلان عليك. فجزء التايم مانجمنت، جزء التنسيق والكوردينيشن ده مهم جدا. انت مش مجرد مهندس، او يعني انا دايما بسميها مهندس سايت، لو هو مش مستوعب الانجينيرينج والسكادوال والتايم سكادوال، هو كده بقى بالنسبه لي هو مشرف، يعني مشرف مش مهندس. فمهم جدا يعني تكون مستوعب البوينت اللي بقولها دي، فاهم انجينيرينج كويس، مستوعب كويس جدا التايم سكادوال وايه قبل ايه، مش مجرد هتاخدها وتتطبق وتسلمها للمهندس للمشرف يبدا هو يشتغل عليها. لا يعني البوينت دي مهمه جدا. ده كلامي لمهندسين تنفيذ. مهندسين مكتب فني كلامي ليهم مهم جدا، تبقى انت عامل لوحه مظبوطه يعني مراعي ربنا فيها، معتمدها ماتيريال جاهزه، البوينت دي كلها مهم جدا تاخدها في اعتبارك. دي صور يعني برضو امثله تانية ان انت بص هنا صب السقف و اوريدي شغل الميكانيكا كله مخلص الشغل بتاعه وعامل تيست لكل شغل المدفون تحت الارض ومجهز لميته. نفس الكلام هنا اهو، بص زي ما انتم شايفين هو مجهز كل حاجه، الحديد جاهز، وهو اوريدي هنا شغل الكهرباء كله، كل مواسير الكهرباء مجهزها وساحب كابلاته ومظبط كل حاجه بحيث ان هو جاهز على الصف. نفس الكلام دي برضو انظمه تانية، هو هنا ايه بيفور كاستنج الار سي سي وول. هنا حتى في الحيطان احنا مش بنتكلم بس على على الارضيات، لا والحيطان كمان اللي هتتصب هو مجهز شغل المدني اللي شغل الميكانيكا المدفون في الحيطان كله مجهزه او جاهز على الصب. طبعا ده بعد الصب، هو هنا صب وجهز الشغل بتاعه. دي امثله تانية برضو بالنسبه لشغل الكهرباء. الصوره اللي معانا دي يعني ده شغل الام اي بي وورك داخل المباني قبل ما بركب السقف السائط. يعني انا خلاص عملت ركبت السائط بتاعي وعملت كوردينيشن مع الانظمه وخلصت كل حاجه وعملت تيست وكوميشننج وعملت تيست اند بالانس للسايت بتاعي، خلاص هبدا بعد كام مرحله نهائيه ان انا هبدا احط ايه اركب السقف السائط بتاعي واقفل الشغل كله. هل صحيح تاسيس اعمال الكهرباء او الميكانيكا داخل الجدران؟ طبعا بيبقى فيه، احنا لسه هنتكلم عنه كمان شويه، ان شغل الميكانيكا يعني بصفه اساسيه بيبقى، والكهرباء برضه، يا اما مدفون امبيدد داخل الحيطان والارضيات، او بيبقى موجود تحت الحيطان يعني تحت الارضيات وبيبقى متعلق فوق السقف. دي يعني دي من اهم الحاجات، ومهم جدا تكون مراجع مع مهندس التنفيذ اللي في السايت. انت محتاج، انت هتصب امتى؟ بيقول لك كمان اسبوع. يبقى انت اصلا المفروض تبقى محضر قبليها اللوحه معتمده والماتيريال الموجوده في السايت عشان ما تعطلوش. طبعا انا العطله دي معناها كوست، انا بالنسبه لي التايم هو فلوس، فاي تاخير فتلاقي مثلا عربيه الصب واقفه ومش عارف يصب ليه، اصل انا لسه ما اعتمدتش اللوحه او ما طلبتش الماتيريال. طبعا دي كلها فلوس، فمهم جدا حته الكوردينيشن دي في السايت مهم جدا تبقى انت مستوعبها كويس قوي. سؤال
الجدران الخرسانية يا أستاذ أحمد، في صورة حضرتك عرضتها. أه، ما إحنا قلنا الجدران بيبقى الخرسانية بالذات لازم أكون مأسس كل الشغل بتاعي مقفله، وبعد كده بيبدأ يصب الجدران الخرسانة. التست أند بالانس بيفور السيلينج كلوزنج مش شرط، يعني هو مش شرط، ممكن بيجي لو أنا عندي شغل بلاطات، يعني السقف بتاعي بلاطات، فأنا ممكن أفك بلاطة وأبدأ إيه، يبدا الراجل يبدا يعمل تيست على الدنابر بتاعت الهواء وهكذا. ولكن لو انا سقف جبسون بورد طبعا بيبقى الموضوع صعب جدا، لازم يعني يكون عامل تيست ومخلص وبعد كده ايه يركب السقف الجبسون بورد ايه بتاعه. طيب طبعا ده صوره تانيه بالنسبه لشغل الام بي سيرفيس اللي بتبقى موجوده فوق السقف. طبعا الشغل كله الساق كله معزول، المخارج الهواء اتحطت، والتيست والبالانس المفروض يبقى خلصان. بعد كده بيركب السقف الصائد بتاعه، بحيث ان البلاطات، طبعا بلاطات السقف ذات نفسها تبقى كوردينيتد، ما ينفعش يبقى بلاطه اصلا فيها رشاش يبقى بتاع الكهرباء يجي عايز يركب الكشاف فيها. لا، احنا هنا كل الانظمه المفروض كوردينيتد زي ما اتكلمنا في بدايه المحاضره، ان انت عامل كوردينيشن، شوب درونج مظبوط، ليفلز مظبوطه، ومحدد اماكن بشكل مظبوط. ده اهو، ده نموذج تاني اهو، دي هنا بلاطات السقف اللي انا بتكلم فيها، وهنا دي السبورتات اللي بيثبت عليها البلاطات السقف. طبعا هنا محدد، ده هنا البلاطه دي خاصه باللايتنج فيتشر، هنا البلاطه دي خاصه ب، لا ده انا هركب هنا فان او كاسيت يونت، هنا هبقى هركب فاير. كل الاجزاء دي مهمه جدا، معموله كوردينيشن كانجينيرنج قبل ما تطلع في السايت وايه وتتنفذ. طبعا جزء مهم جدا مكان المكنه دي او المعده دي، مهم جدا زي ما قلت في بدايه المحاضره تكون معروف مكانها كويس ومهندس الكهرباء عارفها. ليه؟ لان هو هيبدا يوصل الكابلات بتاعه التغذيه بتاعه الباور لايه؟ للاندور يونتس اللي موجوده كلها. طبعا هو زي احنا محددين هنا، هنا مكان الرشاش متحدد مكانه، فالراجل مهندس الميكانيكا هو عارف ان البلاطه دي اللي في السقف دي بتاعته، دي اللي هيركب فيها الرشاش، مش هيركب عليها حاجه ثانيه، البلاطه مش هتشغل غير ايتم واحد. فجزئيه الكوردينيشن بين التيم وبعضه دي انا باكد عليها تاني، مهمه جدا، لان في السلايد بتحصل بقى خناقات، لا ده المفروض امشي دي هنا، لا ده المفروض امشي. فالجزئيه دي مهمه جدا تحطها في الحسبان. طبعا جزء الدرينج مهم جدا، تكون زي ما اتكلمنا عنه قبل كده، وجزء بقى خاص بالحمامات والتهبيطات اللي في الحمام. طبعا اي تهبيط في الحمام عشان الصرف مهم جدا يبقى مهندس مدني انت عامل كوردينيشن معاه ومعرفه الكلام ده، ان انا عندي هنا في حمام فانا محتاج تهبط الحمام عشان ابدا اركب الصرف الداخلي اللي هيبقى الاندر تايل تحت الاندر تايل على طول. فكل الجزئيات دي مهم جدا انت كمهندس تكون يعني مراجعها كويس. طيب الصور اللي فاتت دي في نقطة مهمة جدا لازم تحطها في حساباتك. احنا الصورة اللي فاتت دي شفنا الأنظمة وتركيباتها، وراجعنا مع بعض الريفت، شفت الشغل الكوردينيشن بيتم ازاي، والأوتوكاد بنراجع على الأيتيمز دي ازاي، والكلام ده كله. طيب النقطة اللي هحطها في اعتبارك اللي هي اللي موجودة في السلايدز دي، يعني خليها كمبدأ أنت كمهندس لازم تكون مستوعبها كويس جدا. أول حاجة زي ما قلنا ودي اتكلمنا عنها كتير في من بداية المحاضرة، حتة الكوردينيشن، ودي أنا مش هتكلم يعني عنها تاني. الجزئيه الثانيه خاصه بالسيفتي اسبكتس، مهم جدا تبقى انت مراعي الجزء الخاص بالسيفتي وانت بتعمل شوب دروينج، من ناحيه ان انت ما يبقاش فيه خطوره، او محدد كويس جدا وبالذات في الفاير فايتنج انواع الهازارد، ومعامل سيلكشن مظبوط للسبرينكلر بتاعتك. بيكون في امان حتى في اماكن المعدات واماكن صيانتها، ده شيء مهم جدا. بيكون انت حتى سواء بتعمل شوب دروينج او انجينيرنج او بتنفذ، بتكون بتعمل الحاجه اللي بتأدي الفانكشن مظبوط، يبقى انت حاطط مثلا المعده بتاعتك سواء اير هاند او فان كويل، حاططها بالشكل المظبوط المناسب اللي بيحقق الوظيفه دي. مهم جدا حته الكونستراكشن برضو تكون مراجع كل الاذر تريدز اللي معاك، زي ما اتكلمت ان انت لما تيجي تعمل كوردينيشن مهم جدا حته الايكونومي، وان انت تختار احسن مسار بيوفر لك فيه تكلفه، بيوفر لك فيه فيتنج، بيوفر فلوس، الكلام ده كله بيوفر الهدر. مهم جدا تكون، وخصوصا في الاتش فاك، تكون محقق الافشنسي فعلا، انت مراجع على السي اف ام المطلوبه وكميه الهواء المطلوبه في كل مكان، مختار النظام المظبوط للمكان زي ما اتكلمنا بالمثال الخاص بالمسجد او قاعه الفرح، واختيار نظام التكييف المناسب، ده شيء مهم جدا. وجزء خاص بقى بالاكسباندبيلتي اللي هي خاصه بالاكستنشن، افرض انا دلوقتي انا في مشروع في اكتر من مرحله، المرحله الاولى خلصت، المرحلة التانية ممكن تبقى مع مقاول تاني،
ممكن اكون انا ذات نفسي اللي هكمل المرحله الثانيه، فمهم جدا يبقى في خطوط انا هربط عليها عشان اعمل اكستنشن للشبكات دي في المراحل اللي بعد كده. ده شيء مهم جدا. الجزء الخاص بقى والاهم بقى، الجزء الخاص بالصيانه. وانا بحط المعدات بتاعتي مهم جدا ابقى مراعي المسافات بين المعدات وبعضها اللي بتحقق عمليه الصيانه. ما ينفعش يبقى المعدات كلها وخصوصا في الاير هاندات او في التشيلر لازقه في بعض، بيجي يحس يجي الراجل عايز ينظف الفلتر بتاع المعده او المكنه، انت كشوب درونج مش عامل حسابك في الجزئيه دي، سقطت الجزئيه دي، فيجي بقى بعد كده في مرحله بقى الاوبريشن انت خلاص، انت مهما كان انت في مشروع، مشروع يعني ليه بدايه ونهايه. فانت بمجرد ما بتنتهي مرحله الكونستراكشن بتبدا يدخل تيم تاني غيرك، انت خلاص بتروح مشروع تاني بتعمله كونستراكشن من جديد، ولكن بيجي تيم تاني هو تيم اوبريشن بياخد منك المشروع، خصوصا بقى في الام اي بي، يعني ده جزء اكتر من السيفل ولا اي حاجه تانيه. بيبدا بقى خلاص بقى يبدا يعمل هاند اوفر، انت بتعمله هاند اوفر وبتسلمه المشروع، يبدا هو يشغله، فيتقابله بقى عقبات في ايه؟ في عمليه الصيانه. والله دي طلعت المعده انا مش عارف اعمل اكسس عليها عشان اصينها، والله ده انا عندي السقف الصاد مش عامل اكسس دور للفان كويل اللي موجوده فوق السقف عشان اقدر اعمل صيانه واشيل الفلتر، لا ده الاكسس دور مكانه مش مظبوط. الحاجات دي كلها لازم مهم جدا اراعيها اثناء عمليه الشوب دروينج. مهم جدا وانت تعمل هاند اوفر وكتكنيكال اوفيس بالذات، طبعا بتسلم كل بتعمل حاجه اسمها اون اند ام مانوال اوبريشن اند مينتنس مانوال، بتسلمه للعميل بتقول له بقى اتفضل انا خلصت مشروعي وسلمته لك وعملت له تيست، اتفضل الاوبريشن اند مانوال للاكويبمنت اللي انا وردتها. ليه بقى؟ هيجي العميل يسلم الكلام ده لمين؟ للاوبريشن تيم، يبدا هو يراجع، يبقى معاه الكتالوجات، معاه الكونتاكت بتاعت السبلايرز اللي اشتغلوا في المشروع ووردوا الماتيريال بتاعتهم المشروع عشان في حاله الصيانه احنا فعلا بتقابلنا يعني مشاكل. بعد ما نسلم المشروع خلاص وبنفنش بنيجي بقى زياره بقى التقيل، والله انتوا يا جماعه انتوا عملتوا شغل كونستراكشن كويس، ولكن السبلايرز اللي انتوا تعاقدتوا معاهم ووردوا لكم مثلا السبرينكلر او الاير هاندات لا سيئين جدا في خدمه الصيانه وخدمه ما بعد البيع، ومفيش مثلا الفيندور ليست اللي انت اشتغلت منها وجبت منها سبلاير مش افيلبل، ما لهمش وكلاء في مصر، بضطر اجيب قطع غيار من بره، المكنه عطلانه، المصنع واقف. فمهم جدا انت كانجينير كانجينيرنج مكتب فني كمان سبيشال في مكتب فني تبقى انت اوير جدا بعمليه التوريدات، عمليه السبلاير، عارف السوق ايه هي البراندات اللي موجوده في كل سيستم، وايه ميزه كل براند عن التاني. في براند هتلاقيه سعره رخيص انت بالنسبه لك كويس جدا ولكن ما بيقدملكش فاليو كويسه اثناء تيست وكوميشننج، في براند هتلاقيه كويس جدا كتيست وكوميشننج وسبورت ولكن قطع الغيار مش متوفره مثلا او بتاخد وقت كبير جدا في عمليه الاستيراد وهكذا. فمهم جدا تكون عامل الكومباريزون دي، مهم جدا تكون عارف ايه هي السيستمز وعمليه الصيانه دي. يعني انا فعلا انت هنا بتبص للموضوع على المدى البعيد، انا عيني دايما على المرحله اللي بعد كده، انا بعد ما اسلم العميل ده هيدعي عليا ولا هيدعي لي، فالجزئيه دي بتبقى مهمه جدا يعني. طيب ده كنا على جزئيه برضو الكوردينيشن دي اتكلمنا عنها. طبعا مهم جدا عمليه التيست والكوميشننج للانظمه اللي انت ايه بتركبها، عشان ما تجيش بعد كده لما المصنع يشتغل ده للاسف والله التربيط على الجوان او على الفلانجات او الكلام ده كله ما كانش مظبوط او الماتيريال كانت مضروبه، الكلام ده كله مهم جدا تراعيه في مرحله الكونستراكشن عشان في مرحله الاوبريشن بعد كده ما تسمعش معاك في مرحله الاوبريشن. زي ما اتكلمنا حته في الانجنييرنج وخصوصا في البلامنج اتكلمنا عن ان انت تبقى مراعي الاكواد اللي انت بتشتغل عليها، مراعي دايما الانجنييرنج وخصوصا في عمليه الصرف بالذات. يعني انت من اهم البوينت، انا والله كنت مره في مشروع يعني بعد ما سلمنا المشروع بنعمل تيست بقى لشبكه الصرف، يعني المشروع كله غرق بسبب ان الانجنيير يعني جزء التنفيذ ما كانش مظبوط. فمهم جدا تكون مراعي الميول، مراعي عامل تيست مظبوط، مختبر قبل ما تقفل بتاعتك، كل البوينت دي زي ما اتكلمنا مهمه جدا. طيب حد يسالني سؤال، طب يا باشمهندس يعني وانا شغال يعني وانا برسم، طبعا انا راجعت البوينت اللي حضرتك قلت عليها 9 بوينت اللي فاتوا من النوم الصيانه من النوم الافيشنسي والكلام ده، وانا بعمل كوردينيشن بقى اديني نصيحه ايه اللي اخد بالي منه؟ اخد بالي منه الجزء الخاص بيه السبيسز الايكويبمنت، دي نقطه رقم واحد. يبقى فعلا انت بترسم المعده بتاعتك بالاندور يونت مثلا على سبيل المثال في التكييف الابعاد تو سكيل زي ما هي موجوده في الكتالوج، انت مراجع الكتالوج كويس جدا، مراجع الموديل نمبر، راسم المعده طبقا للابعاد الحقيقيه، ما يبقاش مجرد بلوك بيتحطوا ايه وخلاص. ليه بيفيد في ايه الجزئيه دي؟ الجزئيه دي بتفيد جدا في حته الصيانه، حته الكوردينيشن،
حته ان في السايت ما يحصلش هدر، يا باشمهندس ده طلعت المعده في السايت اكبر من الموجوده في اللوحه. الكلام ده كله مهم جدا تحطه في اعتبارك ان انت السبيس بتاعت المعده. رقم اثنين، تكون مراعي كويس جدا مسارات المواسير اللي انت ماشي فيها، وخصوصا في غرف الكهرباء. اوعى تمشي في سقف غرفه كهرباء اي مواسير للتغذيه، اي مواسير تغذيه امنع الكلام ده تماما، او اي مواسير فيها ميه ابعد تماما عن الجزئيه دي. وزي تانية، ان احنا فعلا بتبقى انت غصب عنك المشروع فعلا في سيستمز كتير جدا، خصوصا في المستشفى بتلاقي في فاير الارم، في شغل لايتنج، في فاير، في اتش فاك، في بلامينج، في سي سي تي في، في كذا انظمه كتير جدا، في نيرس كول، انظمه كتير جدا. فبتلاقي في كراود، في كده انظمه مهم جدا، عمليه الكوردينيشن والايتمز ترتيبها فوق بعض يبقى عامل ازاي زي ما وضحنا في السلايدز اللي فاتت. طبعا مهم جدا زي ما قلنا نراعي حته الماتيريال اللي بنستخدمها والدايمين كله. وكلمنا عن الجزئيه الخاصه بالايكونومي ووضحناها، خصوصا في التعديلات وفي مسارات المواسير احنا نختار احسن الروتينج والمينتنس، كل الكلام ده اتكلمنا عنه. وزي ما وضحنا دايما حته التيم ورك والانظمه، يعني لازم يكون في لغه حوار بين التيم مع بعضه بكافه الاقسام. مشكلتنا دايما ان ما حدش بيكلم التاني في الشغل، يعني في دايما الدنيا ايه مفصوله، كل واحد مع حاله. فدي مهم دايما الراجل الكوردينيتور او التيم ليدر او المانجر ان هو يربط التيم مع بعضه، بحيث ان تبقى المعلومه اوير بيها كل الاستاف. برضو اتكلمنا عن الجزء الخاص بالتنسيق مع شغل السيفل وورك والصب والكلام ده كله. الجزئيه الاهم طبعا ده مثال على عمليه الكوردينيشن اللي بنتكلم عنها من السايت من الواقع. الصاج، انت بتتفق بقى مهندس كيف يقول لك انا همشي على الصاج على ليفل 3 متر 20، والكهرباء والله انا همشيها اعلى حاجه على 4 متر. الفرق بنبدا نحط سيناريوهات زي ما اتكلمنا وايه بنتفق عليها وبنبدا نشتغل عليها، بدل ما كل واحد ايه ماشي تايه. فلا، احنا بنحدد كل واحد هيمشي في انهي مكان وعلى ليفل كام، بحيث هنقلل الوقت الخاص ايه بالانجنييرنج. وزي ما اتكلمنا طبعا احنا الكوردينيشن يا اما ب 3 دي موديل زي ما شرحنا في بدايه المحاضره، او بالاوتوكاد 2 دي، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل. دي بقى الجزئيه الاهم، وهي يعني جزئيه مهمه جدا، الا وهي الثيرد فيكس والسكند فيكس والفيرست فيكس. ايه يا باشمهندس الفيرست فيكس والسكند فيكس والثيرد فيكس؟ اي نظام وخصوصا في الانظمه الميكانيكيه بيبقى بيتركب على 3 مراحل. على سبيل المثال لو اتكلمنا عن البلومنج، ممكن الجزئيه دي حتى احنا بنشرحها بالتفصيل في الكورسات اللي بقدمها اللي هي خاصه بحته الكوردينيشن. يعني ده بيبقى فيه ليه كورس لوحده انا بقدمه، يعني مهم جدا تكون انت مستوعب البوينت دي. ان اي نظام هو بيتكون من 3 مراحل في التنفيذ. اول مرحله اسمها الفيرست فيكس، الفيرست فيكس ودي من اسمها ان هي دي اول حاجه بتتركب في النظام. على سبيل المثال في البلومنج صرف مثلا، فاول حاجه بتركبها في الصرف هي الماسوره. فمهم جدا تكون محدد الفيرست فيكس كشوب درونج طبعا متحدد، وكتوريد في السايت، لان كل مرحله تركيب بتبقى مرتبطه بمرحله المشروع. فانا لو لسه صالب السلابه وعامل شغل السيفل بس، فانا هركب شغل السيفل وورك اللي هو شغل فيرست فيكس فقط اللي هو خاص بمواسير الصرف. طب ايه السكند فيكس بقى بالنسبه للصرف؟ لا، سكند فيكس ان انا حد اركب السبورتات، حد اركب الفلور درين، الكلام ده كله. طب ايه الثيرد فيكس بقى؟ الثيرد فيكس دي اخر حاجه بتتركب، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي البلامنج فيكتشر بقى، سواء قاعده الحمام، سواء الشاور، سواء الحوض. ده كده الثيرد فيكس، ده كده على سبيل المثال في البلامنج. طبعا كل مرحله ما ينفعش مثلا تركب الثيرد فيكس وانت لسه مشروعك خرسانات، يعني ما ينفعش تركب قاعده الحمام وانت لسه ما شطبتش ولا خلصت السيفل وورك. فمهم جدا تبقى انت كمهندس مكتب فني مورد الايتيمز مع ايه؟ مع مرحله المشروع. يعني ما ينفعش تبقى انت انا خلاص بشطب وانت لسه ما وردتليش قاعده الحمام على سبيل المثال، او مثلا خلاص هصب السقف وانت لسه ما وردتليش الفيرست فيكس اللي هي مواسير. ده كده كمان فكره فن. كمان التنفيذ طبعا مهم جدا، تبقى انت عارف ترتيب الايتمز دي وانهي ايه قبل الثاني، ايه هو الفيرست وايه هو السكند وايه هو الثيرد. على سبيل المثال في الكهرباء مثلا، الفيرست فيكس بيبقى مواسير كوندويت، السكند فيكس هو سحب الكابلات، الثيرد فيكس مثلا هو اللايتنج بقى اللي هي الحاجه الاخيره اللي بتتركب، او الفاينل فيكس اللي هي اللايتنج او السموك ديتكتورز وهكذا. فمهم جدا تبقى انت عارف ايه هي مراحل المشروع وانت في انهي مرحله بالظبط. مهم جدا تبقى اوير بالجزئيه دي.
فده يعني مثلا على سبيل المثال ده كده فيرست فيكس. الحيطه هي الحيطه هنا جبسون بورد، هنا بدأ ايه يحط الكابلات، المواسير الكابلات بتاعته. هنا مثلا على سبيل المثال بدأ هنا ايه يحط شغل ايه المواسير الاندرتيل، عشان قبل ما ايه قبل ما يقفل البلاطات بتاعته. نيجي على مرحله السكند فيكس. انا هنا ركبت المواسير وركبت السبورتات، فدي مرحله السكند فيكس. او بالنسبه للكهرباء انا سحبت الكابلات، فدي السكند فيكس. في التكييف مثلا انت عندك اول فيرست فيكس هي الصاج، اول حاجه بتركب الصاج. سكند فيكس بتركب اسف بتركب البرانشات والسبورتات والفليكسبل كونكشن. ثيرد فيكس هي ايه بقى؟ خلاص بقى، ليه اخر حاجه بتتركب لها ايه؟ مخرج الهواء، دي اخر حاجه هي بتركب. فمهم جدا ان انت كمهندس بقى ميكانيكا تبقى اوير جدا بايه، بالبوينت دي، وايه اللي بيتركب قبل التاني. هنا مثلا على سبيل المثال ففاينل فيكس، خلاص هو فاينل فيكس بالنسبه له هيبدا هنا يركب مخارج الهواء ويركب السقف، والموضوع كده ايه، الموضوع كده خلص. مهم جدا يعني احنا حتى في الكورسات اللي بديها مهم جدا ان تبقى انت تعرف ازاي تتعلم تعمل سيكشنز للمشروع بتاعك، وازاي تقدر ترسم سيكشن من خلاله تقدر تبدا تحدد الليفل الخاصه بالمواسير. ولو مثلا قبلك قطاع مثلا في على البلان حاجه معقده، ازاي تتعلم انك تعمل سيكشن بيوضح من خلاله، تقدر من خلاله تحدد الكلاشات اللي موجوده عندك في السيستمز وبينها وبين بعضها. مهم جدا تتعلم ازاي حته انك توفر ديتيلات للوحه بتاعتك وكطرق تركيب. برضو من البوينت التانية المهمة انك تتعلم ازاي الايتمز ازاي بتثبت المواسير وطرق تثبيتها وانواع السبورتات اللي احنا بنشتغل عليها. طبعا انت كمان فني مهم جدا ازاي انك تعمل برزنتيشن للوحة بشكل مظبوط، ازاي بتقدر تحدد اللي اوت بتاعتك وبتشتغل عليها وبترسمها. كل البوينت دي مهمة جدا تحطها في اعتبارك. تتعلم بقى ازاي من خلال السكاشن تبدأ تحدد الليفلز بتاعت المواسير بتاعتك وايه قبل ايه. كل البوينت دي طبعا متوفرة خلال كورسات سواء انا بقدمها او غيري، ولكن مهم جدا تبقى انت اوير بيها وتتعلمها. بالنسبة لملف الشرح، حاضر هرفع لكم الفايل اللي انا بشرح منه البرزنتيشن، مفيش مشكلة. زي ما قلت مهم جدا جزئية توزيع الرشاشات، مهم جدا انك ازاي بتحدد زي ما قلنا الليفلز، والليفل السقف الصائب بتاخده مثلا بكوردينيت مع ساعات قبلك ان انت لا انا مضطر كمهندس ميكانيكا ان انا اوطي ليفل السقف لان عندي انظمه كتير جدا فوق السقف، فمش هقدر من خلالها ان هيحصل كلاش مع السقف. كل البوينت دي ازاي انت تراجع على الديزاين دروينج، دي من الحاجات المهمه جدا. انا كمقاول لازم اخد لوحات الديزاين دي افيريفاي الكلام ده، اراجع هل هو ابليكابل ولا لا، هل الديزاين يعني سقطت منه حاجه هو بيراجع، وابدا اريز ار اف ايات، او ار اف اي دي يعني ريكوست فور انفورميشن تبعتها للمالك او للاستشاري سوري، تبدا تحدد المشكله اللي عندك وايه هو البروبوزال بتاعك للحل. فجزء الانجينيرنج في شغل الام اي بي بتاعنا بالذات بيبقى شغل مهم جدا جدا تبقى انت يعني مستوعبه بشكل كويس قوي يعني. دي مثلا على سبيل المثال من الانظمه اللي انا كنت بتكلم عليها، ان انا ضروري جدا وانا بعمل شوب دروينج، وده يعني اللي بعلمه دايما للناس اللي بيشتغلوا معايا وفي الكورسات، انك ازاي تحقق عمليه المينتنانس، وان انت لو حبيت تصين اي معده هتصينها ازاي، وهل انت سايب اكسسبيلتي للصيانه ولتنظيف الفلتر ولا لا، ومداخل ومخارج الميه على الاكويبمنت بتاعتي. طبعا كل ده اسبير الكتالوج اللي انا معتمده، واللي انا بعمل المقاسات الاكويبمنت بتاعتي بيزد اون على الكتالوجات اللي انا ايه سبمنتلز اللي انا مقدمها للاعتماد. كل البوينت دي انت كمهندس لازم تاخدها في اعتبارك، وعامل كوردينيشن كويس جدا مع كل الانظمه وبعضها، عامل انوتيشن بشكل مظبوط، شكل اللوحه مريح للعين. انت كمهندس كفني عليك دور كبير جدا، لو عملته مظبوط بقيت مراحل المشروع كلها خلاص هتبقى سهله. انت لو بدات البدايه غلط انت بدات تبقى من عندك، عندك كطلبات شراء للماتيريال، انت البدايه. لو بدات البدايه صح، انجينيرنج مظبوط، شوب درونج مظبوط، كل بقى اللي بعد منك هيرتاح. طيب لو حد عنده سؤال او اي استفسار يتفضل يعني يسال. ده الفاينل فيكس احنا بنتكلم عنه.
فانا فيكس زي ما قلنا بيبقى فاير على سبيل المثال، بيبقى رشاشات او بيبقى خارج هواء، مهم جدا. دي البوينت المهمة جدا اللي انا حابب اوضحها. طبعا الموضوع يعني انا بالنسبة لي طبعا الموضوع كبير جدا، ده اساسي، ده حقيقة فعلا ان الموضوع يعني احنا زميلنا مهندس روماني يقول احنا بناخد على، طبعا ده اساسي، هي محاضرة تعريفية بالمجال وليه انظمة كتير جدا، ويعني يعني في جزء الشوب درونج لوحده بيبقى محتاج له حوالي 40 ساعة كورس مثلا على سبيل المثال، بتتكلم في شهر او حاجة. فطبعا انظمة كتير جدا، مهم جدا. انا حبيت افتح زي ما قلت الهدف من المحاضرة دي ان انا افتح عينك على الانظمة اللي ايه تشتغل عليها، ووضحت لكم الانظمه الميكانيكيه كلها بريفلي بشكل سريع جدا، ايه هي مكوناتها ومتطلباتها في سوق العمل، وايه هي التكنيكال ريكويرمنت اللي انت المفروض تبقى انت معاك عشان تبدا تشتغل عليها. هل في كود او سنه بيوضح كيفيه ترتيب التركيب الانشطه؟ لا مفيش يعني حاجه معينه، لا مفيش، لان انت استحاله هتلاقي مشروعين بنفس الترتيب الانظمه فوق بعض، دايما هتلاقي ده بيبقى بيز دون على شكل المشروع والشكل المعماري بتاعه، كل مشروع بيبقى مختلف عن التاني. اهم حاجه يبقى جميع اطراف المشروع مع بعض عشان يبقى كله متفق على الترتيب الموحد لكل ايه، لكل الانظمه. انا نصيحتي ليكو يعني بحكم خبرتي يعني 7 سنين في المجال، ركز. يعني انا شايف وجهة نظري ان المهندس هو طريق التفكير، احنا مش بنخترع، احنا مش بنخترع الذره ولا بنطلع صواريخ في الفضاء، المشاريع كلها بتبقى فيها جزء شبه بعضه كتير. الصرف اللي في مشروع مستشفى هو في مدرسه، ما هو في مصنع، لكن اختلافات بسيطه على حسب كل مشروع، وكذلك الفاير، ولكن هو بيبقى كل مشروع ليه بصمه معينه، كشكل معين، ريكويرمنت معينه. فانا شايف هو مهندس خطر التفكير، بتفكر مظبوط، مرتب افكارك بشكل كويس، عارف ايه اللي بيبدا قبل ايه. انا دايما حتى في كورساتي يعني بركز اكتر على طريقه التفكير اكتر من المحتوى العلمي، لان كده كده المحتوى العلمي هيتقال وهتشرح وهتفهمه، ولكن طريقه تفكيرك، طريقه تعاملك مع الموقف، طريقه تعاملك مع التاسكات. يعني التاسك دي عشان تخلص لازم 1 2 3، عايز تعمل شغل درونج مظبوط يبقى رقم 1 لازم تراجع على السبميت، لازم تراجع على الانجينير، رقم 2 تراجع على الانجينيرنج، رقم 3 تراجع على الروتينج كوردينيشن، بعد كده برزنتيشن، بعد كده خلاص بقى بتطبع اللوحه وتبدا هي سيكونس بتمشي عليها تحقق ايه؟ تحقق التاسك المطلوبه. فانا شايف ان انت يبقى اول حاجه هي النو هاو بتاعتك، لازم تكون مراجع كويس جدا انجينيرنج، واخد كورسات. انا رايي انك تاخد كورس ادفانسد في الانظمه اللي انا بتكلم عنها دي. كل ما انت ملم اكتر بكافه الانظمه، كل ما فرصك كعمل بتبقى اكتر. يعني انا لو معايا مهندس فاهم فاير بس، ومعايا مهندس فاهم فاير وبلامنج، اكيد بالنسبه لي انا هحتاج واحد بيبقى شاطر في الاثنين عشان ابدا ايه اقدر اناور بيه لو انا ايه احتاجت في مشروع تاني وهكذا. فانت فرصك بتبقى اكتر كل ما بيبقى معاك ايه، معاك انظمه تانيه. هو للاسف في السوق، هي وجهه نظري يعني، ان بتلاقي دايما في نوع من المهندسين هو يقول لك لا انا فاير بس، واحد يقول لك انا بلامنج بس، واحد انا تكييف بس. هي النقطه دي ميزه وعيب. وفي واحد يقول لك انا لا انا اشتغلت كله. اللي اشتغل كله، هو لو فعلا اشتغل كله يعني باصول صنعه صح وتعلم انجينيرنج مظبوط، فده هيبقى يعني الطلب عليه كتير جدا في سوق العمل. ولكن انا اشتغلت شفاك بس، فانا خلاص يبقى انت هتتحمل ريسك ان انت لازم تبقى سبيشاليست بقى شفاك، يعني سبيشاليست مش سايب حاجه في الشفاك، لان انت في المقابل انت هيبقى في تريدز تانية انت مش هتعرف تخش فيها تشتغل فيها. فانت كل ما انت كنت مهندس شامل مراجع الانجينيرنج، معاك التولز اللي انت بتشتغل بيها، ايه هي التولز؟ انا كمكتب فني التولز بتاعتي ابقى فاهم يعني ايه ريفيت، بشتغل بالنافز وورك، عندي انجينيرنج كويس، دي التولز بتاعتي، بعرف اشتغل بالاكسل وعارف الاوامر السريعه والشورت كات، الحاجات دي كلها بتسهل كتير جدا في عمليه الحصر وتراوش الشراء والمراجعه والكلام ده كله، هي دي التولز يعني. فمهم جدا، انا ممكن يكون عندي النو هاو وعندي النولج بس مش عارف اعبر عنها، ليه؟ معيش ريفيت، معيش اوتوكاد، معيش نافز وورك. نافز وورك على فكره حاليا مطلوب جدا جدا، يعني حاليا يعني شغال في مشروع جزء النافز وورك وشغل البروسيس والاكويبمنت والانجينيرنج بتاعها مهم جدا. تبقى انت يعني خلاص بقى بتاع تشتغل اكتر من بلاتفورم، ممكن تشتغل وجه مشروعك ريفت، انا بعرف اشتغل ريفت،
اشتغل نافيس وورك مفيش مشكله عندي، بشتغل نافيس وورك وبعرف اعمل بريفيو منه واعمل كلاش ديتكشن والكلام ده كله. بشتغل اوتوكاد، بعرف اشتغل اوتوكاد. هو ايه، ما هو ممكن يكون اتنين بيشتغل اوتوكاد، بس واحد ايده سريعه، عارف الاوامر، بيستخدم تولز في الاوتوكاد بتسهل عليه عمليه الشوب دروينج، وفي واحد انا عارف اوتوكاد بس يعني هو اخره امر ال لاين وام موف ده اخره. فمهم جدا تبقى انت سبيشاليست. للاسف السوق انت عندك كل سنه شوف بيتخرج كام مهندس، كام الف مهندس، واه الشغل مفتوح، ويمكن شغل الكونستراكشن في مصر حاليا هو اكتر مجال فيه شغل، ولكن التنافسيه عاليه جدا بين المهندسين، وللاسف بتلاقي ان كله بيشتكي مش لاقي شغل. وفعلا ممكن يكون فعلا فرص صعبه، ولكن انت عليك عامل كبير جدا في حته انك تطور نفسك بالتولز اللي انت هتعبر بيها عن شغلك. دي نقطه رقم واحد. الانجينيرنج بتاعك من خلال الكورسات، من خلال الكورسات انا مش بقول لك يعني تروح تشتري كورس، في كورسات مدفوعه وفي كورسات فور فري وفي كورسات بفلوس، ولكن حته ان انت بتدور على المعلومه. اللي عايز يتعلم هيتعلم، سواء بقى كورس ادفانسد كورس فري هيتعلم، اللي عايز يتعلم فعلا هيتعلم، والماده العلميه موجوده. يمكن يعني انا الحمد لله من يعني ان انا كنت من اول الناس اللي بدات اشرح شوب دروينج. كان في السوق ناس على اليوتيوب كان ناس بتشرح، ولكن حبيت اقدم حاجه فيها انجينيرنج مع حاجه فيها شوب دروينج تطبيق عملي. بدات اعمل كورسات ادفانسد، بدات اشتغل كورسات. فالماده العلميه الحمد لله دلوقتي بقت متوفره عن 5 6 سنين، قبل كده ما كانش في الماده العلميه دي كلها. في كوادر موجوده كويسين جدا، فكل البوينت دي مهمه جدا. ممكن ترفع لنا البرامج الاضافيه مع الاوتوكاد؟ انا يعني انا الحاجات دي انا شارحها على اليوتيوب، وفي حاجات منها كورسات انا بشرحها في سنتر وبرايفت. في حاجات منها فعلا انا الماتيريال دي موفرها فور فري للناس كلها. هبقى ارفع لكم رابط القناه، هتلاقوا فيه البرامج والبرنامج والماتيريال بتاعه. حاضر، يعني ممكن انا وانا معاكم كده دلوقتي حتى عشان ايه ما انساش بعد كده ارفع لكم الماتيريال دي. ثانيه واحده. يعني اللي عنده أسئلة يبدأ يعني يحط على الشات، وأنا يعني هجاوب على الأسئلة كلها إن شاء الله بإذن الله. أنا بس بجيب لكم الرابط بتاع القناة، وفيه هتلاقوا فيه الماتيريال كلها. طيب عقبال ما أجيب الماتيريال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا باشمهندس؟ محاضرة جميلة جدا، شكرا بجد للمعلومات المفيدة دي. الله يخليك، الله يخليك، شرف ليا. كنت عايز اسال حضرتك، هو انا كاركتكتشر حلو ان انا ادخل في الجزء الميكانيكال والاستراكشر والالكتريكال وكده، ويفضل ان انا اتعلم ازاي اعمل الحاجه دي مثلا كموديلنج بالريفت؟ تمام، عندك سؤال تاني؟ لا لا تمام، شكرا. طيب احنا الجزئيه دي يعني سؤال مهم جدا ومطلوب، يعني يعني انا حتى في الكورسات بتاعتي بلاقي في مهندسين معماري بيحضروا معايا الكورس. وانا في البدايه يعني حتى يعني تعقيبا لسؤالك، انا كنت بستغرب الاول ايه اللي يخلي مهندس معماري يجي يحضر كورس شوب درونج ميكانيكا مثلا، عايز يفهم ايه من الانظمه بتاعت الميكانيكا، كنت بستغرب. فثانيه هرفع لك بس الماتيريال. الجزئيه دي يعني السؤال ده مهم جدا. اولا انت كمهندس معماري، انا حتى لما كنت بشتغل يعني كنت شغال في شركه شعفار، كنا بنشتغل شغل 3 دي موديل الشغل الميكانيكا، وبالاضافه ان احنا شغالين كوردينيتد مع الشغل المعماري. كمهندس معماري كان يعني شاطر جدا في الميكانيكا، مهم جدا تبقى انت عارف انظمه الفاير، مهم جدا تبقى انت عارف توزيع الرشاشات، عارف انواع مخارج الهواء المطابقه مع اللوحه المعماريه اللي انت اللي موجوده بالنسبه للبلان. البوينت دي كلها مهمه جدا تكون واخدها في اعتبارك. فانت كمهندس معماري مهم جدا تبقى انت عارف جزء الميكانيكا، طبعا دي تبقى اضافه ليك وفاليو كبيره، يعني انت بتضيفها لنفسك. وعايز اقول لك يعني انا اللي كان يعني كمهندسه كانت شغاله معايا بتعمل موديلنج شغل الميكانيكا، كانت اصلا هي مهندسه معماري من درجه ان هي متخصصه جدا في الميكانيكا، بدات تعمل ميرز جدا بين الشغل المعماري الموجود في السقف وانواع البلاطات والكلام ده كله، بدات يعني تدخل كمان معاها الجزء الخاص بالميكانيكا، انواع مخارج الهواء المناسبه للسقف بشكل معين وهكذا. وزي ما وضحت حته ان وانت شغال، انا كميكانيكا مش شغال لوحدي، انا شغال لازم يكون معايا حد لو هو فاهم ميكانيكا، ده بيريحني كتير جدا. وانك تبقى فاهم طبيعه الانظمه الميكانيكيه فوق السقف وداخل الغرف، ده هيريحك كتير جدا وهيبقى اضافه ليك كويسه جدا جدا. انا بقول لك كان معايا مهندسه معماري هي اللي كانت بتعمل الموديلنج بتاع الميكانيكا،
يعني، وكانت بتعمل كوردينيشن ممتاز جدا، وهي فاهمه جدا الاس اوف والبلاطات والليفلز وشكل الواجهات وايه اللي يناسب المخارج الهواء واللوفرز اللي على مثلا الواجهات اللي يناسبها. كانت بصراحه كانت اضافه كويسه جدا ليها ان هي كانت شغاله يعني بجانب ان هي مهندسه معماريه، هي شغاله في ايه؟ في الجزء الميكانيكي، فطبعا هتبقى اضافه كويسه جدا ليك. احنا محتاجين محاضرات تانية بوقت اكبر. حاضر باذن الله الفتره الجايه انا ناوي باذن الله يعني اركز اكتر في المحتوى الخاص بجزء الميكانيكا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه، سواء بقى كورسات، في ناس محتاجه مثلا كورسات، انا مبدئيا يعني بدي كورسات فور فري لحاجات البيزكس لكل الناس، لحد لا لا لو حد مثلا محتاج حاجه ادفانسد دي انا بوفرها في كورسات متخصصه، سواء بقى على يوديمي كورسات يعني مبلغ، او مثلا شغال على لي على في السنتر او خلافه. فمهم جدا، انا مش عشان بروج لحاجه، ولكن انت كمهندس انا شايف تستثمر في جزء الانجينيرنج هترتاح جدا، وانك تبقى واخد كورس في مكان كويس ده يعني مع محاضر كويس، انا شايف ده هيوفر عليك وقت كبير جدا يعني، وهيوفر عليك وقت كمان ومجهود يعني. طيب دي كده بالنسبه لسؤال ممكن ترفع لنا البرامج، انا رفعت بعت لكم لينك خاص بالقناه الخاص بالبرامج يعني، ان شاء الله باذن الله هتلاقوا فيه جزئيه دي. باشمهندس بالنسبه لاوتوكاد ام اي بي، السؤال ده حلو جدا باشمهندس محمد رجب، سؤال حلو قوي، كويس انك فتحت اوتوكاد ام اي بي، سيرته كويسه يعني مهم جدا، انا شايف ان جدا مفيد جدا لانه موجود في معظم معدات الاوتو فلويد ومش محتاج فيه اوتو فلويد. طيب جزء بقى الاوتوكاد ام اي بي، الاوتوكاد ام اي بي انا اشتغلت بيه فتره وفي مشروع بصراحه يعني من احسن البرامج اللي تقدر تشتغل بيها، تعمل بيها كوردينيشن وسهل جدا، يمكن الريفت تعقيده شويه في حته ان انك لازم تحدد ليفلز وفيو بوك ويبقى فيه مثلا فيو رينج ولازم بقى موديل يكون المعماري او السيفل موجود، لكن اوتوكاد اي بي الموضوع بيبقى اسهل كتير جدا، انت اوريدي بتحدد مكتبه للسيستمز بتاعتك وهو اوريدي في مكتبه جاهزه، بتعمل سيلكشن ليها وبتبدا ايه تخش تشتغل على طول. الاوتو فلويد هو ميزته عن الاوتوكاد اي بي في حاجه ان هو ابسط شويه، لكن الاوتوكاد اي بي طبعا حلو جدا 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 ومطلوب جدا في السوق يعني، انا شايف بدات الشركات تطلبه، واللي شغالين بيه قليلين، والكورسات للاسف بتاعته قليله، ان شاء الله انا قريب باذن الله يعني ادي كورس اوتوكاد ام اي بي يعني بجانب الاوتو فلويد، هيبقى حاجه كويسه ان شاء الله قريب باذن الله. طيب احنا محتاجين محاضرات تانيه بوقت اكبر، حاضر ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في حاجه ممكن نرتبها مع منظمين او يعني هنظبطها مع بعض مفيش اي مشكله. حتى لو حضرتك حاضر باذن الله، شكرا جدا باشمهندس والله انا الله يخليك باشمهندس عبد الله، ده شرف ليا، محاضرة قيمة ومجهود شكرا جدا باشمهندس، ومجهود مشكورة باشمهندس، شكرا ليك يا باشمهندس ملك، شكرا كتير، شكرا ليكم كلكم، أنا حقيقة أنا مبسوط جدا من المبادرة ومبسوط جدا إنكم استفدتوا، أنا زي ما قلت لكم في بداية المحاضرة أنا بالنسبة لي الوقت هو عامل مهم جدا، فاللي هيقعد يسمع معلومة أنا بهتم جدا بالوقت، والحمد لله يعني ربنا بيقدرني إن أنا أخلي القيمة بتاعة المحتوى اللي بقدمه مفيد للناس الحمد لله. والله بص يا المحاضرات انا عندي افكار كتير جدا، ممكن انا بدات على القناه بحاجه بتريد صغير بمجال صغير اللي هو الشوب دروب، ان شاء الله الفتره الجايه ناوي باذن الله يعني هيكون في كورسات يعني خاصه بالحصر بالمستخلصات بالاعمال المكتب الفني بالمستندات والورقيات، الحاجات دي ان شاء الله انا باذن الله ناوي يعني اتخصص فيها، برضه انا منتظر منكم افكار يعني احب اسمع منكم افكار، دي حاجه اكيد برضه انا هرحب بيها، انا مجال التريننج بقالي فيه حوالي سنه ونص بصراحة يعني أنا لقيت نفسي فيه جدا الحمد لله، والحمد لله يعني ربنا قدرني إن أنا بعرف أوصل المعلومة في بأقل وقت وبأقل مجهود الحمد لله، فإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية يعني أنا أستثمر في نفسي أكتر في موضوع الكورسات يعني، دي حاجة بعيدا بقى عن موضوع المحاضرة يعني أنتوا إخواتي يعني، فعشان كده بحب أخد راحتي في الكلام شوية، فإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية هيبقى في أنتوا اللي مشجعيني والله في الموضوع، فإن شاء الله بإذن الله هيكون في حاجة كويسة جدا، ربنا يجازيكم خير. مجال الصيانه بص انا هوضح لكم نقطه بالنسبه لمجال الصيانه، انا ليا حتى يعني زمايلي ادفانسد جدا مثلا في البي ام اس، انا حتى شجعتهم اكتر ان هم يشتغلوا في يدوا كورسات في المجال ده، مجال مطلوب جدا وليا ناس سبيشال جدا في الموضوع ده، فانا باذن الله يبقى في محاضرات عن البي ام اس، ده مجال مطلوب جدا، مجال الصيانه مطلوب جدا برضو بس هو بعيد عن مجالي ومطلوب جدا الفتره الجايه، ليه؟ لان مع حجم الكونستراكشن اللي بيتم والمشاريع اللي بتتسلم وبتخلص دي هيجي بقى ايه بقى؟ الاوبريشن تيم بقى، في مرحله الاوبريشن، مرحله بقى الفاسيلتيز مانجمنت، الحاجات دي كلها هي اللي جايه كمان 5 سنين يعني من دلوقتي لحد 10 سنين قدام، ف
فالجزئيه دي يعني مهمه جدا جدا جدا، حته الصيانه، حته الفاسيلتي مانجمنت، حته اللوجيستكس، كل ده اللي جاي بعد مرحله المقاولات. فهو مجال مهم، المجالات دي هتبقى مطلوبه جدا بعد ان شاء الله مرحله الكونستراكشن اللي بتمر بيها دي. مجال المانجمنت هيبقى مطلوب جدا جدا، وخصوصا الفاسيلتي مانجمنت والصيانه والكلام ده كله هيبقى مطلوب جدا جدا. تمام يا باشمهندس عبد الله، حاضر. انا والله عشان بيجي لي طلبات صداقه كتير، فانا يعني بتبقى الموضوع صعب شويه ان انا احدد مين اللي بعت، بس حاضر باذن الله، حاضر حضيفك باذن الله. انا اتمنى اكون استفدت من المحاضره. لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار انا معاكم، وان شاء الله باذن الله بامر الله يعني دي هتكون بدايه محاضرات جايه كتير باذن الله برضو. يعني اتمنى ان شاء الله يعني لو ننظم محاضرات تانيه باذن الله قريب، نتكلم فيها عن مجالات تانية او نتكلم بالتفصيل بقى عن كل مجال، انا معاكم باذن الله ان شاء الله نبقى نرتب حاجه قريب بامر الله، واتمنى من الجميع يكون استفاد. حد عنده اي استفسار او اي سؤال انا تحت امركم يعني، وانا برضو هبعت لكم الكونتاكت بتاعتي كلها يعني بحيث انكم تستفادوا لو محتاجين اي حاجه ثانيه، هبعتها لكم كلها حالا. استاذنكم ثانيه واحده على المقاطعه. ده رابط الاكونت الخاص يعني بالكورسات، ورابط الجروب هبعته لكم حالا. جروب عليه اكتر من 17000 مشترك الحمد لله بفضل الله. تقدروا برضه تستفادوا منه، هتلاقوا منه معلومات قيمه جدا باذن الله هتستفادوا منها جدا. ده الرابط الخاص بالجروب، اتمنى طبعا تشرفونا باذن الله في الرابط ورابط الصفحه. انا عموما رقم الواتساب يعني موجود للعالم كله، كميه رسائل الواتساب انا اصلا يعني بحاول اغطي اغلب الرسائل، بس ان شاء الله باذن الله هغطي على كل الرسائل باذن الله. وده رقم الواتساب، اتمنى اكون استفدتوا يعني، ان شاء الله نبقى على تواصل باذن الله الايام الجايه. ودي بصراحه انا بشكر جدا القائمين على الدوره وعلى التنظيم، يعني تنظيم كويس جدا. انا استفدت جدا بصراحه من انا استفدت اكتر يعني بصراحه من الندوه دي، وانا زي ما قلت لكم انا كنت حابب جدا حاجه زي دي تتعمل، ان هي بحيث تقرب الناس، تقرب المهندسين بمجال العمل وايه هي الفرص المطلوبه. واعتقد ده الحمد لله يعني يكون اتحقق في المحاضره بتاعت النهارده، وبامر الله ان شاء الله نتقابل على خير في محاضرات جايه قادمه باذن الله. لو كده يا باشمهندس سليم انا كده هختم المحاضره. تمام، لو حد عنده اي استفسار طبعا انا كونتاكت معايا يعني متاحه نصها على الشات، لو حد محتاج اي استفسار انا معاكم باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا باشمهندس على المحاضره القيمه دي، واحنا مع حضرتك في اي وقت يعني، انت حضرتك معانا يعني. ويعني انا لحضرتك طبعا بالنيابه عن جميع الحضور، شكرا يعني على المحاضره فعلا قيمه ومنظمه، وبارك الله في حضرتك. شكرا جزيلا ليك. ده شرف ليا والله، شكرا. السلام عليكم.